وعودة إلى جريدة المصري اليوم، تجار القطن يتهمون القابضة بالامتناع عن شراء المحصول ويصعدون الأزمة لمحلب. ساد الارتباك موسم تسويق القطن المحلي بسبب اتهامات موجهة من تجار وشركات القطن للشركة القابضة للغزل والنسيج بالامتناع عن شراء المحصول بدعوى عدم توفر السيولة، في الوقت الذي استوردت فيه القابضة نحو 1 مليون قنطار عبر وسطاء من القطاع الخاص من إجمالي واردات بلغت 1.8 مليون قنطار، وهو ما نفته الشركة. واتهم تجار القطن القابضة بالامتناع عن شراء المحصول وأعلنوا تصعيدهم الأزمة إلى رئيس الوزراء، واتهموا مافيا الاستيراد باستهداف الربح على حساب المزارع. للتعليق على هذا الخبر والتوضيح معنا هاتفيا الأستاذ حمدي عاصي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أستاذ حمدي، ما هو الدور تحديدا الذي ستقوم به وزارة الزراعة للإصلاح بين المزارعين والشركة القابضة؟ الحقيقه وزاره الزراعه لا تقل وجودا ان هي تقف جنب المزارعين، واجتهدت وعمل الطلب الى دوله رئيس مجلس الوزراء وصرف 200 مليون جنيه دعما للمغازل عشان تشتري القطن اللي موجود في السوق، اللي موجود لدى التجار الحقيقه مش لدى المزارعين دلوقتي، لان الشركات كلها اشترت القطن وقعدت مستنيه على اساس تاخد الدعم. الشركات القابضه زي ما انت قلت فعلا ما خدتش القطن دون، وكانت بتاخد القطن المستورد لانه ارخص، لانه ارض من القطن المصري بكثير جدا، واعتمدت على انها تجيب القطن الرخيص. الحقيقه احنا اجتمعنا كوزاره الزراعه بتوجيهات من معالي الوزير، قعدنا مع الشركه القابضه في اكثر من جلسه الحقيقه، وعرضت عليهم ان احنا يعني نقف جنب منهم ونعمل موسم كويس جدا، نخلص هذا بالدعم اللي موجود الحالي، ولكن مش كل سنه هتنتظر الشركه القابضه انها تاخد الدعم. فقلنا عشان نعمل كلام كويس للمواسم القادمه ما يبقاش عندنا فضلات قطن ويبقى المزارع محطوط تحت فريسه التجار، فكنت عايز اعمل تعاقد بيني وبين الشركه القابضه على انها تاخد القطن المصري وخصوصا قطن الاكسار الاعلى تصافيا، وان احنا ندعم هذا القطن عن طريق ان احنا نخلي بنك التنميه والائتمان الزراعي يمول شراء هذا القطن بالسعر بالفائده الزراعيه. للاسف الشديد الشركه القابضه رفضت الكلام ده نتيجة ان قدامها قطن بيبقى ارخص من القطن المصري، واعتقد ان ده دور غير وطني. رفض الكلام ده على رئيس مجلس الوزراء الحقيقة، وكان له يعني بارز ان هو طبعا وجه لتوجيهات ان احنا لابد لازم ناخد ونقف جنب المواطن المصري ونشيل القطن بتاع الفلاح المصري. صحيح. واعتقد ان احنا عندنا اجتماع يوم الاربعاء الجاي في شركة او في اتحاد منتجي القطن واتحاد منتجي القطن والشركه القابضه ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي لدراسه هذه المشاكل وكيفيه الحلول منها والخروج بابسط يعني ما بقاش عندنا مشاكل ان شاء الله عشان المزارع والمسلم ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم تنتهي هذه الازمه قريبا، وشكرا على التوضيح لهذا الخبر. استاذ حمدي عاصي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه، شكرا يا فندم وصبح على حضرتك مره ثانيه.